هاني راكبة في لابان لداخل الساقية فيهاش الماء خاوية. الزيتون الزيتون لقطوه مبقاش، والله إلا نسيت شحال عملنا حنا في هاد الساقية ملي كنا صغار. وديك شحال وديك شحال عملنا فيها ملي كنا صغار، ولكن ما كانت صغيرة على هادي، هادي كبيرة. كانت عندنا اللي فوق اللي كنا نطلعوا نقولوا لها مدرسة. شحال زينة تعومي فيها تبلعيها مليح. والله شي حاجة باش ما تفوتيش. شحال عملنا فيها، حيدي خليني يلا طريق طريق يلا. ما تبلعي كتكون عامرة عمية على هذه الكرموس. تين. ما والداش. حفيظاش. لا خليتهم حتى ساكية، هو الطبغيل تحت وخليتهم. عيشة عند رجلي وخلي عيشة هذا الصفرة. يا حق ذاك ذاك لك حوس لا وحدك. عيشة ود من هنا تلقاها كلشي كاكل وطالعها. لا اما سقري سقري امين غادي نهودو. ايوا هو يلا نرجعوا يلا رجعوا ليه نهودوا خاصنا نرجعوا نهودوا بالهيمنه ما كاينش من نهودوا ندخلوا على شي واحد للدار انا والله الا كانت علامه واحد محدوده على الساق يلا وا يلا نوليو لهي عليهم العز لا لا العربيه زوينه قريبه للبحر هو ديال البحر كيجي طلق قريبه للبحر وعلى نسمات لها واه ماشي لا الشباك ديال هنايا الدجاج عندهم هنايا الدجاج هو عندها عندها الديوكا مزيان عندها الديوكا زوينين عندي عليا عندي صافي هاد المرة هاد المرة سيدي نبقى إلا تبيعي واخا صافي ما عند يا ودي كتقول لهم قطراب قطرة حتى يحمل الواد دايما داك الماتال يقولوا قطراب قطرة حتى يحمل الواد